روح انت. بعرفك لما بتديني ظهر تبقى جاي تقول حاجة مش على هواك. والله زين انك بتسهلها علي. قبل ما تقول عايزني في ايه وجاي في ايه، عندي سؤال. اسأل. جليلة جات لك المركز كانت عايزاك في ايه؟ هي جرت لك حاجة وعايز تتأكد هي صدقة ولا كدابة مني؟ صح. جات لك لعان؟ لا، خلينا في اللي جاي لك. عشان جات لك عشان خدمة لأم البت بره الشغالة، صح؟ انت بتقول اي حاجة مألفها دلوقتي عشان اقول لك صح فتعرف اني بداري عليها. احنا الاغراب سبحان من خلقنا. المصيبة ان احنا حافظين بعض ومحدش فينا بيعرف يلف ويدور على التاني. انا معرفش يا جارت لك يا غفران، بس الجليلة جاتني تقول لي انها خايفة من مشاكل انا وانت وما عايزناش نقف في وش بعض. بما انك لسه جاري اننا الاغراب ما بنعرفش نلف وندور على بعض، فبسطك دي مكسوف من نفسك، وهو ده اللي هي قالتهولك، صح؟ صح. طب بقول لك يا علي، ما تيجي نطوله في اللعبه. طالما بنجروا بعض كده بسهوله، امك بعتاك عشان تقول لك بل بكلام على السهف، صح؟ صح. لا يا علي، واللعبة خلصت عشان اللي جاي له هيبان على وشي ولا هتعرف تقراها. لا لي يا غفران، من غير ما تسأل يا علي. لا بسألك، خايف يقولوا خير مرت ولا خايف يقولوا؟ ما تكملش يا علي، ما تدخلش نفسك في حتة توقع بينها، واسمع كلام اختك اللي قالته لك في المركز، عشان كده الدنيا هتخرب اكتر ما هي خربان. هقول لك على حاجة وهمشي يا غفران، قسما بالله انا لو مكانك لريح نفسي ووافق وخيرها عشان اعرف ارتاح بدل ما افضل عايش في خوف وهم.